مش عايز اطيل عليكم عشان يعني ما اخدش وقت الطابور او وقت التدريب بتاعكم، لكن طبعا انتم اكيد متابعين ازمه مهمه قوي دلوقتي، ودي على يعني مع اشقائنا في السودان، وده ايضا امر يعني احنا مهتمين جدا ان الامور تستقر في السودان باسرع وقت ممكن. ودايما بنقول عدم التدخل في شؤون الدول امر مهم جدا، وتبقى لان ده بيبقى ليه تاثير سلبي جدا على استقرار هذه الدول، وده دورنا، وده كان موقفنا في ليبيا، وكان موقفنا في السودان قبل كده ودلوقتي، وحريصين على ان يعني الاقتتال اللي موجود ده يتوقف، ويبقى في حل من خلال الحوار والتفاوض بين الاشقاء في السودان. طبعا في عدد كبير جدا، اذا كان برضو مهم ان تعرفوا، لان كنت مره اثناء حضور الاحد اختبارات على الشرايح وكده، فسالتهم يا ترى تعرفوا عدد الضيوف اللي موجودين عندنا في مصر قد ايه؟ فما لقيت يعني ان العدد مش واضح، وانا مش حول الجنسيات، لكن عايز اقول ان احنا لدينا، وما تنسوش الرقم ده وده امر مهم قوي، 9 مليون ضيف موجودين على ارض مصر. وبالمناسبه كل دوله هيبقى فيها عدم استقرار، كل دوله هيبقى فيها اضطرابات، الناس بتخاف وبتبقى يعني بتفزع، فرب احنا نكون يعني امن وامان اولا لنفسينا لبلادنا وللناس للمصريين، ثم طبعا لاي حد بيلجأ لنا ويجي يعني يبقى موجود معانا شويه لغايه لما الامور تستقر في بلادنا. بقول كم العدد؟ 9 مليون. طب كم اللي وصل حتى الان من اشقائنا في السودان خلال الثمان اسابيع اللي فاتوا دول او السبع اسابيع اللي فاتوا دول؟ حتى الآن 200 ألف. عشان كده بقول إن ده الاستقرار وإعادة الأمن والأمان لبلاد جوارنا أمر مهم جدا ليهم ولينا إحنا كمان. مرة تانية أنا سعيد إن أنا موجود معاكم النهاردة، وأتمنى لكم التوفيق دايما، ودايما خلي بالكم من نفسكم، ودايما استفيدوا من الوقت اللي أنتم موجودين فيه، واستفيدوا أيضا من أنتم فترة قوة الشباب، استفيدوا منها وابنوا كل شيء، يعني بنية بدنية كويسة وصحية كويسة ووعي كويس وفهم كويس، وطبعا التخصصات أو المهارات الخاصة بكل مجموعة من مجموعات الكلية سواء كانت العسكرية أو زي ما قلت كده الكوادر والهيئات اللي هي المدنية. مرة تانية أنا سعيد بوجودي معكم، وربنا يوفقكم ويحفظكم إن شاء الله، ودايما الأكاديمية تقوم بدور مهم قوي في بناء الدولة المصرية. خلي بالكم الأكاديمية بتقوم بدور مهم قوي في بناء الدولة المصرية، من خلال أهم حاجة في أي مكان في الدنيا هو الإنسان. فربنا يوفقكم إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.